السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم البلوج راح يكون عن 5 اشياء شنو اكرهها عن السيارة، مرات اكرهها بس الاشياء اللي ما احبها في السيارة، زين، و5 اشياء اللي احبها في السيارة. بس اول شيء الجو حلو وهي وسخة، اول شيء بنظفها بعدين نبتدي البلوج. alright هاي اسف ساعتي اختربت فيتصلحها. فخلنا نبتدي بنمبر 1، شنو الشيء اللي ما احب في السياره؟ اغلب الاشياء الكترونيه، بس يعني موتوري ما راضي يشتغل بس لان الثروتل السنسر ماله، لان الثروتل مالي شنو كهرباء، زين، فالبدل مالي كهرباء ف اخترب. عندي ثروتل شغال، ثروتل مو شغال، فبدلت الثروتل، الحين الحمد لله موتر شغال كل شيء. ثاني شيء شنو ما احب في الزد؟ اللي ما احب فيه ابطل صندوق ما يتبطل، لازم بسرعه تسويها. 1 تبقى بسرعه تبقى ما هوبا هوبا، يعني لازم بسرعه ما يصير تاخذ راحتك. نمبر 3 الليتات، الليتات معروفين انهم يبهتون ويصفرون، يعني وايد 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 ما اعرف ليش وايد يصفرون بسرعه، لازم كل مره بين فتره فتره، يعني اعتقد هذه واضحه زياده ايش كثر صاير اصفر. نمبر 4 شوفوا هاي الهيد ريست، بس ما ادري بيكون واضح في الكاميرا ولا لا، بس لان واحد يحط راسه هني تحس الحدايد هذيلا هني تحتك، يعني كل ما تودي راسك ورا يعني تحسه في ظهرك، يعني الحدايد، يعني ما ادري ليش نيسان ونت تشيب، بس سمعوا الشعب فعقب سووا هالسيتات سووهم كذي، سووهم ريكارو سيتس، فما في شيء لون everything nice and ووو هذي بيرفكت. خاطري في خاطري اخذ لي واحد من شي سيتات اركب على ذي. وخامس شيء وهي اخر شيء في النيسمو، يعني في اول ما يعرفون هالشيء، الستيريو عندي بس 4 سماعات، 4 سماعات يعني 1 2 4 جيني في الزاويه قاعده 3 و4، يعني سماعات ورا ما في. ليش؟ لان نيسمو يقولون نبيها تكون خفيفه، فما في سماعات ورا، ما في سبوفر ورا، في مكان حقهم بس ترى خالين، بس شي شكل في واحده هنا في واحده هناك ورا، بس كذي شكل ما فيها ولا شيء. يس خلصنا 5 اشياء، الحين بغير اللوكيشن عشان اقول لكم شنو احلى شيء عندي في الزد. يو Yeah, baby, we're sponsored and I would like to thank our sponsor for today, Packet. Packet is an online store on Instagram and they sell everything from accessories to hats to keychains and more. And yeah, baby, everything over there is premium quality. Trust me, premium quality. Yeah. So, our sponsor gave us this offer. Anna, تاخذون كابوس فرضاً، ميداليتين، اكسسواريز، هاي كامل يطلع تقريباً 11 دينار. أي شيء تشترونه from the Instagram يكون يوصل 10 دينار، يحصلون عليه free shipping لبيتكم. Alright, okay. Hi, I'm back. وحين بقول لكم شنو top 5 things that I like about the Nismo. Number 1. اول شيء احب فيه الشكل. Nismo فيه وايد اشياء غير.
عندك الرنج، السبويلر، البامبر، السايد سكيرت غير، البامبر فرونت بامبر غير، completely different look than a normal Z. فوق هاي وايد اوادم او ما يشوفون السيارة يقولون هل هاي 370 عادية ولا صدقني اسمه عرفت شلون؟ لأن كلها عبالهم أن مركب بوري كيت مركب دي مسويها نيسما عبالهم. I like that. Alright, number two. شيء اللي أحبه في الزد my exhaust, single exhaust. من يوم ما سويت single exhaust كلش ما ندمت فيه. It sounds amazing. It sounds perfect. It's الشيء الثالث اللي أحبه في السيارة الانجن. الانجن وهي ستوك وناسة عجيب. تو سيتر خفيف سكل تراكشن قطة أول ثاني تشوفه شون يلعب في الشارع. نمبر فور مالي بيكون شنو؟ خلينا نقول فرضا برفع السكان فوق أنزل السكان تحت الجيج ويا بعض. أغلب السيارة لأن ترفع السكان يغطي على الجيج فما تشوف ولا شيء. اني انا ارفع السكان وانزله ويكون عندي فل فيو شنو قاعد يصير عندي قدامي وايد حبيته. رقم خمسة بيكون التيون مالي ابرف. شنو استفيد منه؟ خلينا نقول كنت انا فليم ماب عشان شنو اطلع حريجه. زين ما ابي طول الوقت اطلع حريجه، ابي اكون ايكونومي اقدر اغير برمجه بس من هنا 1 2 3 1 2 3. طبعا يعني هالشيء مو بستوك لازم برمج الموتر فتركب عليه برمجه ابرف عشان تحصل هاي الاكسسوري. ف كل قاعد تشوفونه رايي الشخصي، في اوادم عندهم راي ثاني. ف hope you guys enjoyed the show. ان شاء الله استمتعتوا واستفدتوا وتشوفكم مره ثانيه بحلقه ثانيه. باي باي، بيس. Right, okay. السلام عليكم. اوكي let's get to question and answers. Alright. عندنا اول سؤال من اخونا طلال. اخونا طلال عنده سؤالين. زين السؤال الاولي يقول ان هل الموتر اسعاره مكلفه من ناحيه قطع غيار؟ والله صراحه ما ادري، ساعات افكر فيها ان تكون اي صج مكلفه، ساعات اقول يعني لا تستاهل سعره فيه. على سبيل المثال عندك سبارك بلاج الواحد سعره 10 دينار وعندك 6 10 في 6 60 دينار. فطبعا اللي بيبدل سبارك بلاج بعد بينظف الانجكترات، فانت بتبدل سبارك بلاك على انجكترات، بعد في احتمال بعد بتسوي اويل شيت عشان كل شيء يكون فريش يعني، ففيها 100 دينار على بس نورمال سيرفيس تشينج. ايه تقدر تقول مكلف. زين فسؤالك الثاني يا طلال يقول شنو اكثر مشكله اللي تصير فيها؟ الزر معروف يعني، هاي تحكي حق المانيوال ويشمل النيسمو وغير نيسمو. الكلتش سليف سلندر هاي معروف انه بيختلط. اذا انت شخص تحب تدوس تحب تدش تراك تحب هاي بتحتاج اويل كولر، حرارة الاويل ترتفع بسرعة. شيء في السيارة اسمه لب مود، اعتقد قلتها صح مو متأكد، يعني شنو معناته؟ معناته مثل ما تقدر تقوله سيفتي مود. هاي السيفتي مود مثلا اذا الحرارة ارتفعت شو تسوي السيارة؟ قلل من ادائها، تحمي نفسها ان تخترب زياده، عرفت شلون؟ تم تستمر يعني دش ترايك هلون اشياء ريسات يعني شيء. انصحك انك تاخذ اويل كولر عشان ما تصير لك اي مشكله وامورك طيبه والسياره تتم هيلثي وفرش عرفت شلون؟ كذي. الشيء الثالث عندك فيول بامب. فيول بامب اللي الحين ما اخترب عليه، ما يندرى يمكن يوم من الايام يودع. هو شنو عيبه؟ الغطاء مال الفيول بامب نفسه بلاستيك فينكسر، فالفيول بامب يتغير مكانه ويطيح وشيء هلون. ف يعني في كل عيوبه لا تاخذ الاصلي، اقول اوه هاي اخترب بروح الوكاله بروح اصلحها، لا تروح تاخذ من الوكاله برد يخترب لك مره ثانيه. فشنو نصيحتي لك؟ انه روح اخذ افتر ماركت حق الكلتش كلتش سليف سلندر، هذه اشتر افتر ماركت عشان يدوم لك بعد 10 سنين زيادة. إذا خليت مال وكالة بيدوم لك سنة، فشغلاتها مو بسهلة. عشان تصلح السي اس سي لازم تنزل الجير، وهي بعد يو تسوي السي اس اي انت تنزل جير له. فنصيحتي لك ركب كلتش جديد، لا تبي بعد فلاي ويل ركب لك، انت منزل جير
رجل انت منزل الجير في النهايه، لان سي اس سي شنو شغلته؟ هو اللي يفتش الجير من الكلتش من الانجن، هاي اللي تدوس الكلتش هي نفسها الحركه ذي، هاي شغله السي اس سي. ايه عندكم الديفرنشال بوشينج، الديفرنشال بوشينج يعني وايد دليع. بعد داخل لك افتر ماركت بعد ايه. اعتقد يعني غطيت الاشياء المهمه. انزين السؤال الثاني من اخونا AMH226، اي جراج ذي؟ هذه الجراج اسمه SAT صيدلي اوتوتك. الجراج يشتغل في عده الاشياء، عندك من الابجريدز مثلا تبي تيربو سوبر تشارج اللون ذي، داينو تيونينج لون، طبعا كل هاي في نيسان والانفينيتي. تبي مجرد سيرفيس عالي مينتيننس ذي، شغل وكاله عنده، شغل ابجريدز عنده، يس. لين دشون جراج تشوفون الارضيه نظيفه، تعرفون ان شغله نظيف بالاخر، يعني مو بلغلاغه ايل وذي وذا، لا شغله نظيف مرتب. يعني انا اللي اروح هناك استمتع لان اقعد اطالعهم يشتغلون على الموتر صراحه. زين سؤال العقبه من اخونا وود، يقول ان الانفينيتي هل تتعدل وتصلح حق استعمال يومي؟ انا اقول لك شيء، اذا انت تشتغل وانت عندك الميزانيه حق القطع الغيار بقول لك اوكي جو اهيد. في اي موتر بشكل عام، يعني هاي اللي انا اشوفها، في اي موتر بشكل عام بتاخذه اعتني فيه او بيعتني فيك، هو نفس الماكينه نفس القطع. زين نفس الماكينه ايه نفس القطع، يعني يمكن ايه، لان كنا الانفينيتي هي شويه اطول، يعني خلينا نقول لك الماكينه الجير اوكي نفس الشيء، البريكات نفس الشيء، بس ورا خلينا نقول في الناحية الدفريشن، يمكن الدفريشن يفرق يمكن مو نفسه، لأن الزد هو يكون ليميتد سليب ديفرنشال، الانفينيتي يمكن ما تكون ليميتد سليب ديفرنشال لأنها مور اوف ا لكجري كار مو بسبورت كار، فيمكن هاي يفرق، هاي مو متأكد. هاي لاحظت هالشيء، لأن في أشياء لأن تشتري يعني افتر ماركت برودكت، يعني يقول لك هالشيء يشمل دي الجي 37 ويشمل اللي يسمونه 370 زد، بس في اشياء لا بس ال 370 زد ما يشمل، عرفت شلون؟ في اي في لا في هلا في اشياء. سؤال اللي عقبه من ابو جابر يقول، هل تفضل اشتري 370 زد ولا اصبر حق 400 زد؟ اخوي ابو جابر ابي اعدل معلومه شيء واحد بعدلها لك، ترى مو اسمها 400 زد، ترى اسمها بس زد، الارقام شالوها، الدفعه الجديده ما سموها 400 ما سموها شيء، احنا سميناها 400. ليش؟ لان فيها 400 هورس باور، بس هي مو اسمها 400، لان 350 هي 3.5، 370 هي 3.7، الزد الجديده ترى 3.0، فما سموها 400، عرفت شلون؟ فسموها بس زد، خلاص حذفوا ال 400. انا اشوف هالشيء يكون راجع لك انت، بس اللي اقدر انصحك انه كل ما اخذت شيء جديد تعرف انه ما كان مستعمل، تعرف انه بوشات صحيين، تعرف انه ما في قطع يعني خربانه حاليه مستهلكه، فوق هاي انت عندك ضمان لمده 5 سنين 6 سنين اللي يكون زين، بيكون عندك موتر اسرع من الاقدم، بيكون عندك موتر احدث من الاقدام، بس في النهايه يرجع لك. يعني عندك في شيء واحد يمكن انا ما حبيته في الزد الجديد، الداشبورد الكتروني، يعني الجيجات كلها الكترونيه الواجهه. انا احب شخصيا احب الانالوج، يعني اشوف شيء هاللون قاعد لي يروح ووم ووم اشوف هاللون، اي احسن ما اشوف شاشه هي تمثل دور الجيج. مو معناته يعني ما احب الزد، ما ابي اخذ الزد الجديد، بس يعني في اشياء راجع لكم في النهايه، انا ما اقدر اكون صاحب القرار حق هالشيء. فوق هاي اذا بتاخذ، اذا انت خلاص نويت بتاخذ، لا تاخذ الدفعه الاولى، اخذ الثانيه او الثالثه، لان في عيوب تستوي في اول دفعه، يعني مثلا الزد اللي كان يعني دفعه 370 زد هي اول دفعه كانت ما فيها اويل بامب، مو اويل بامب سوري، ما فيها اويل كولر، الاويل كولر معروف انه ووب يرتفع فوق بسرعه، ما كان في اويل كولر.
2013 اعتقد، من بداية 2013 ورايح حطوا فيهم اويل كولر. وبعد لو وردوا شي يسوون، يشيلون الاويل كولر الاصلي يحطون افتر ماركت اويل كولر، لانه بعد ما يستحمل بعد يرفع اويل، يعني يرفع الحرارة فوق. اوكي جود لك. سؤالنا اللي عقب من صاحبنا T7QS يقول ما شاء الله والله خاطري في 350Z تنصحني في هل هي مناسبة لطالب ثانوي؟ زين حق سؤالك، استعمال يومي اوكي، كأنت شخص في الثانوي يعني ما تشتغل، احس بتكون شوية ثقيلة من ناحية قطع غيار. انا بكون واقعي يعني، احتمال على حسب النظافة السيارة اللي بتاخذها، يعني احتمال بتضطر تصرف شوي زيادة، ويمكن تحس ان انت قاعد تصرف على موتر ازيل من قيمته. اكون وياك صريح، الشخص يقول انا شحاجة قاعد اقط 500 دينار على موتر ماخذه 1500 خلينا نقول فرضا، عرفت شلون؟ فهي نص السعر قطيته على قطعة بس الكبير، فانا قاعد اقط تقريبا ربع السعر الموتر او نص السعر الموتر على مينتيننس فرضا. ف هاي في بروز اند كونز، يعني في اشياء زينه في اشياء مو زينه. واذا بتاخذ اخذ الاتش ار، لا تاخذ الدي اي. الدي اي فيها عيوب وايد، واحد من العيوب اللي اقدر اقول لك ان يسمونه تحرق اويل وايد، يعني الموتر يحب يحرق اويل. يعني انت الموتر المفروض يزيك حق 5000، لا انت في 4000، يعني توك بتطق 4000 سيده سيده روح بدل اويل. رقم واحد تلقى خاص مسود، رقم اثنين تلقى كمية الاويل انت حطيت 5 لتر 6 لتر راح نصه. ايه اذا ما انصحك في اي زد فيهم، يعني تاخذ الاتش ار اللي هي بين 2007 2008. للعلم ما ادري هاي شيء يهمك ولا ما يهمك، اذا خليت الاوتوماتيك 5 سبيد، اذا خليت المانيوال 6 سبيد، واذا خليت المانيوال حط في بالك ان بيصيدك مشكلة الكلتش اللي هي كلتش سليف سلندر. 350 370، والجديدة ثلاثتهم نفس الجير فهلون، وما يندرى هل صلحوا العيب اللي هو كلتش سليف سلندر في الجديدة ولا لا. فهلا اقدر اقول لك ان شاء الله استفادت يعني من المعلومة اللي اعطيتك، والله يوافقك يعني، ولا تصير يعني شوي شوي في الشارع، شوي شوي في الشارع. اهتم فيها هي بتهتم فيك، هذا اقدر اقول لك. انزين شنو سلبياتها حق ال 350Z؟ نفس ال 370 اقدر اقول لك، نفس العيوب تقريبا، يعني تحب ترفع حرارة من ناحية الاويل، تحب ترفع تحرق اويل. يعني اللي عندي انا ما تحرق اويل نفس ال 350، يعني عندي صاحب لازم كل بين شهر لازم يشيك الاويل. وحق اخر سؤال من XFE يسالنا، هل يصلح استعمال يومي وشنو افضل موديل؟ هل يصلح استعمال يومي؟ اي يصلح. اي موديل تفضل، حاول تاخذ اي دت شيء، حاول تاخذ اي دت شيء، اي دت موديلات، لا تاخذ الاقدام، لا تاخذ 2009، اخذ الجديد. الجديد يعني اقول لك 2019 2018 2016 خلينا نقول اقل شيء. رقم واحد ماشين اقل، لان يسمونه مختربين اشياء يعني استهلاكي اقل. اوبشن ازيد، انت قاعد تشوف الجاب بين 2009 ل 2019، الموتر كان موجود فتره 10 سنين، 10 سنين ترى عودة، وين عودة؟ وفي وين تغييرات صار؟ القديم ما يندرى كم حادث دش فيه؟ كم عمود ليد دعم؟ عباله فنان مايكل شوماخر، ويو! كل رصيف، تاخذ الجديد انت اضمن، تعرف انه نظيف، تعرف انه مو بحلي، ما في، عرفت شلون؟ اذا بتاخذ شيء، خذ الجديد. هاي نصيحتي لك. هاي، حافكم لحقتوا علي لان في كم واحد سال سؤال وتوني خلاص بنزل فيديو على اليوتيوب، فزين لحقتوا على اخر شيء. سريع سريع. كم اسعار الزدات؟ الاسعار الزدات صراحه ما في شيء ثابت، يعني في اوادم يحطون اسعارهم على 8000، في اوادم 6000، في اوادم 4000، يعني على النظافه، على الراعي،
على كيف اي احد يعني قاعد تشوف الاسعار قاعد تروح فوق تحت، فما في شيء منطقي يعني، بس ما في شيء ثابت، هي قصدي مو منطقي بس شيء ثابت، هذا هو. زين في واحدة تسأل how often do you change your brake pads، معناته شنو السؤال؟ ايش كثر تغير بريكات؟ هاي البريكات يعني شنتاي، لان اذا انت ريلش ثقيل على البريك ودائما على اخر لحظه تطقين بريك بيخلصون بسرعه. انا this is my weekend car، وصارت عندي السياره لمده الحين سنه وزود لحد الحين ما بدت البريكات، ف I'm good. فعليك انتي يعني شوي شوي البريكات بيطورون وياك، واذا اخذتي الاصلي طبعا البريكات تاخذين اصليين هاللون بدون بعد ازياد، تاخذين كوبي تشاينا ذي ذاك سنه اقل من سنه خالصين. ايه سو يس. زين والسؤال الاخير هو يقول is it easy to pick up girls with this car، ترجمه السؤال هل هو سهل انك تضبط بنات بالسياره؟